اولا تنشكركم على الاستقبال ديالكم لينا في مدينه القنيطره هنا فين يعني تيكونوا غالبيه التربصات التدريب تتكون في مركز محمد السادس. حنا جد سعداء بهذا التتويج مرة ثالثة على التوالي. ماشي واحد الحاجة اللي قليل فاش كي شي منتخب يستطع أنه يدير كأس ثلاثة مرات متابعة، لأن المنتخبات ولا تتهيئ لنا وتدير واحد الطريقة اللعب دفاعية ولا كتستعمل الباور باش ما تكونش باش تأثر على يعني ما يكونش نتائج كبيرة. وكذلك التهنئة ديال صاحب الجلالة فرحتنا بزاف، والحمد لله هذه التهنئة كنظن الخامسة اللي تيعطيها لنا في أي منافسة خديناها. هادشي من فضل الله سبحانه وتعالى والمجهودات ديال الجميع اللاعبين الجامعة الملكية في الشخص العناية اللي تيعطيها رئيس الجامعة لهذا المنتخب، وتنتمناهم الله التوفيق. وحنا دائما غادي نسعاو باش نبقاو في القمه، ودابا من الان بدينا تنخمو باش نوجدوا كاس افريقيا المقبله ان شاء الله. شكرا.